قدمتها لنا الطبيعة، دورنا نحافظ عليها وننميها. وهنا كنز من كنوزنا، بحيرة المنزلة، وهي من أفضل البحيرات المصرية، وفي أعماقها ثروة سمكية. خير كان عايش عليه أهلنا وكل بلدنا، ومن سنين طويلة بدأت البحيرة تعاني من تلوث وتعديات، وهجرة الطيور بقت أحراش للخوف والمخاطر. في ظل قيادة سياسية بتتمسك بالحلم والإصرار، التحدي والأمل، أخذنا القرار في مايو 2017 بتطهير بحيرة المنزلة ورفع كفائتها وإعادتها لسابق مجدها. أتكلم عن المنزلة لأن احنا في بداية حركتنا كدولة لمجابهة الموضوع، يعني كان استقبال الناس ليها في بورسعيد ويمكن في دمياط ويمكن في الدهلية، يعني ما كانش، يعني كانت ناس قلقانة ان احنا عايزين نعمل ايه. البحيرة دي 250,000، وكانت قبل كده اكبر من كده بكثير، ولكن التعدي وسوء الاستخدام والعشوائيات تاكلها والفوضى والصرف الصحي والزراعي والصناعي يترمي، وصلنا للي احنا فيه. وبالمناسبة لو كنا سبناها في الست سنين اللي فاتوا دول كان الموضوع هيبقى اسوأ من كده، ونستمر في هدر ثرواتنا، ثروات بلدنا. وعلى قد الحلم مكان كبير، كان الجهد اكبر واكبر، وتتضافر جهود الجميع لتحقيقه. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وجميع المؤسسات المعنية. واتعملت دراسة علمية شاملة، اتقسمت البحيرة لأربع قطاعات، ودارت ملحمة من أكبر ملاحم التفاني والعمل. بدأت بأعمال تطهير البحيرة من الهيش والغاب والبوس وورد النيل بمساحة تقدر بـ 34,000 فدان. المشروع الرائد اللي بنعمله بحيرة المنزلة بنعمل إيه؟ بنزيل التعدي. طب ما التعدي ده من مواطنين، وهم هيشعروا إن إحنا يعني مش باقين على مصالحهم. لا، أنا عايز أبقى على مصالحهم، ولكن في مصلحة شاملة، مصلحة الشعب المصري كله. إزالة 4,100 حالة من التعديات، مباني وعشش ومزارع غير مرخصة. وبدأت أعمال التكريك لزيادة عمق البحيرة برفع 30 مليون متر مكعب من الرواسب من خلال كراكات هيئة قناة السويس. ولزيادة معدلات التكريك تم تدبير 10 كراكات من أكبر شركات الكراكات في العالم. التكريك دلوقتي وصلنا الحمد لله معدلات حوالي 100,000 متر مكعب في اليوم، وكميات تكريك وصلت لحد الآن 14 مليون متر مكعب حفر تم إزالته. ناتج التكريك بعد تحليله في المعامل وجدناه مليان بالمعادن اللي ليها قيمة اقتصادية كبيرة، وده مش غريب على أرض مصر المليانة بالخير والعطاء. عندنا 6 معادن اقتصادية رئيسية، عناصر دي ذات قيمة اقتصادية عالية كانت مهملة خلال الفترة اللي فاتت خالص. المعادن دي بتدخل في صناعات عديدة جدا، تقريبا 49 صناعة. ولمعالجة مياه الصرف بننفذ أكبر محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5,600,000 متر مكعب من مياه مصرف بحر البقر. وصلت نسبة تنفيذ المحطة 65% حاليا، وانتهاء تنفيذ محطة المعالجة بالكامل هيكون تم القضاء على مشكلة تلوث البحيرة نهائيا. بحيرة المنزلة، تطوير بحيرة المنزلة. وبالإضافة لمحور 30 يونيو اللي تم افتتاحه وبيخدم أكتر من محافظة. تقع بحيرة المنزلة في حدود 3 محافظات. وعشان يمنع أي تعديات على البحيرة في المستقبل، إنشاء طريق بطول 80 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو والطريق الدولي الساحلي حول بحيرة المنزلة اتجاهين بعرض 12 متر، وصلت نسبة تنفيذه 75%. كما تم تنفيذ عدد 5 كوبري خرساني لعبور السيارات، ووصلت نسبة تنفيذه 67%. وكمان لخدمة أهالي بحيرة المنزلة في المحافظات الثلاثة بورسعيد، دمياط، والدقهلية. اتحملت الدولة قيمة التطهير والتكريك للبحيرة، أعمال جبارة نفذتها شركات مصرية بإيدين مهندسين وعمال وفنيين وشباب مصريين اتحدوا الزمن والمخاطر. محدش كان يتخيل إن المستحيل ممكن يحصل وترجع البحيرة لسابق عهدها. لأننا هرجع بحيرات مصر تاني
زي ما كانت. جاز انجاز 100%. مياه البحر الابيض المتوسط لما دخلت جوه البحيره اوجدت انواع من الاسماك جديده ما كانتش موجوده قبل كده، زاد ان المخزون السمكي في البحيره زاد بكميه كبيره، اصبحت البحيره ملك للناس كلها وملك للشعب كله، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. كاروع محميه طبيعيه بتستقبل الطيور المهاجره في فصل الشتاء، ومصدر لاجود انواع الاسماك البحريه والنيليه. هي دي مصر النهارده، هدفنا نحافظ على كنوزنا، ثروات كل المصريين، لتعود امواج الخير من جديد. ارجو ان النقاط اللي انتم شفتوها من التعديلات اللي كانت موجوده وانا اسف يعني، وكانت داخليه لها حملات خلال السنين اللي فاتت كلها على مدى 20 سنه اللي فاتوا على الاقل، ضد اوكار وضد ناس مش عارف بتعمل ايه وكلام من هذا القبيل. طب حد، وانا ما اقصدش بالكلمه دي ان احنا نقدم نفسنا لدكتور مصطفى، حد تصدى لده؟ قصت من متر لمتر ونص، مش كده يا هاب؟ ايوه فندم تمام. عشان لمؤاخذه كتله من القاع بتاع البحيره اللي كان فيه مخلفات يعني صعبه تتشال، عشان درجه جوده المياه اللي موجوده في البحيره، يبقى شلنا الحشائش، البوص، التعديات اللي كانت موجودة، المزارع اللي كانت موجودة، ونكمل عليها ثم بالتكريك اللي عمله التطهير اللي تم ده بقت بحيرة 250 ألف فدان قبل أنها تقدر تبقى منتج حقيقي للسمك، ويتبقى السيطرة للدولة على توقيتات الصيد وأساليب الصيد وكلام آخر، كلام كتير آخر نعمله، كلام آخر كتير محتاجين نعمله، وزارة الزراعة مع الجهات المختصة في الموضوع. لو انت عملت البحيرة كده وما سيطرتش عليها، الناس هتقف عند البواغيث تصطاد الزريعة وتبقى علف بعد كده للأرض الزراعية. لكن عشان تبقى البحيرة دي اللي 250 ألف فدان تنتج 60 70 ألف 80 ألف طن سمك أو أكتر، لابد إن احنا بعد اللي احنا عملنا ده يبقى في سيطرة كاملة على الإجراءات داخل البحيرة، ونساعد الصيادين ونعلمهم. التطهير والحشائش والبوص اللي كان موجود ده نفذناه بنسبة 100% للجزء اللي هو شمال الطريق اللي احنا قاطعين بيه البحيرة، جنوب بقى الجزء بتاع المثلث المعدوم ان شاء الله في خلال الفترة الجاية ان شاء الله بعد ما يطرد سيادتك هنبدأ نشتغل فيه فعلا. النشاط الثاني اعمال ازاله التعديات، ودي احنا نفذناها برضه فن بنسبه 100% بالتنسيق مع وزاره الداخليه ومديرين الامن والساده المحافظين اللي كان في الاراضي بتاعتهم تعديات. الطريق ان شاء الله فن مخططين انه ينتهي ان شاء الله 30/4. التاريخ 23 يناير 2021، المكان محافظه بورسعيد، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي. الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي وتنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية وإنتاجية إن شاء الله. المشروع يوفر 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه ومنارة عالية تشع بضياء العالمين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.